اخدك على حاجه لطيفه جدا. جامعه بنها بيعملوا عمليات حفر، يعني الجامعه والحرم الجامعي، الاراضي التابعه والمملوكه للجامعه، شيء عادي جدا نعمل عمليات حفر علشان خاطر احنا عايزين نعمل مبنى في الحاله اللي بنتكلم عليها لانشاء مستشفى. خلاص. فالناس اللي بيشتغلوا على هذه العملية، مسألة الحفر عشان بقى نبدأ نعمل الأساسات ونطلع إن شاء الله المستشفى وما إلى ذلك، يلاقوا كشف أثري. مصر مذهلة، ممتلئة دائما بالمفاجآت. بالمناسبة دي صورة من الحاجات اللي تم العثور عليها أو اكتشافها أثناء عملية الحفر في جامعة بنها، على ما يبدو أنه ده تابوت. طبعا انا مش خبير اثري، ما اقدرش افيدك بان هو يعود الى اي عصر ولا اي مرحله، لكن انا بالنسبه لي الشيء اللي دايما مبهر جدا انه كل شبر في مصر بينطق تاريخ، اللي على وش الارض واللي تحت الارض. يا مولانا سيادتك تتمشى في اي شارع من شوارع مصر لازم هتبقى في حواديت. عارف الشوارع حواديت بتاعت صلاح جاهين الله يرحمه يا رب؟ هي الشوارع عندنا فعلا حواديت، وحواديت كتير حتى في الاحياء اللي تقدر تصفها بانها احياء فيها من الحداثه اكثرها. تتكلم على احياء ستينيه مثلا وسبعينيه، يعني فتره الستينيات وسبعينيات، زي حي المهندسين على سبيل المثال. انت لو مشيت جوه حي المهندسين هتشوف بقى مش عارف دي كانت فيلة فلان الفلاني اللي كان في ضباط الاحرار، وهنا مش عارف كان في ايه، وهنا كان في مكتب مقر مش حتى في ده، فما بالك بالشوارع الاقدم. فتذهب مثلا لشوارع زي وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي او المعادي او حلوان او حاجات زي كده. انا بكلمك هنا على وش الارض. نفس القصة هتلاقيها في اسكندرية، وهتلاقيها في البحيرة دمنهور مثلا بالتحديد، حتى في رشيد زي ما حضركم تتذكر لما رحنا زرنا رشيد، محافظة القليوبية، بنها الرائعة والجميلة. كل حاجة في مصر بتحكي حواديت وبمئات السنين، وتحت الأرض بآلاف السنين. مصر دي مبهرة لشكل مخيف. لا مش بشكل مخيف، بشكل جميل بصراحة. معانا على التليفون دكتور محمد سعيد، مستشار رئيس جامعة بنها ومدير البرامج الهندسية بكلية الهندسة جامعة بنها الأهلية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ إزاي حضرتك؟ إيه الحدوتة الحلوة دي؟ والله يا فندم مصر فيها حواديت حلوة كتير. إحنا شغالين طبعا في إنشاء مستشفى الجامعة الجديد، ولما جينا نشتغل فيها اشتغلنا اول مرحله في الهدم من الفئات اللي موجوده عليها. المرحله الثانيه بدانا نبني المنشا الخرساني لعدد 2 بدروم ودور ارضي و7 ادوار متفرغه. طبعا احنا عارفين ان احنا في مناطق قد يتواجد فيها اي اثار. دي كانت ارض فاضيه خالص يا دكتور ولا كان عليها حاجه؟ الارض دي كان عليها مباني قديمه يا فندم، مدارس، مدرسه قديمه، وبعد كده انضمت لجامعة بنها وكانت فيها بتدرس فيها كلية الحقوق زمان. اوكي، بس مدرسة قديمة، يعني بمنطق مدرسة قديمة نحافظ على طرازها كتراث؟ ما كانش طابع أثري يا فندم، لأن ما كانش مكتمل عليه عدد ال 100 سنة، لكن هي ذو طابع مدرسة قديمة. لكن مش الفكرة، مش في كده، المدرسة مبنية. لو احنا بصينا للي احنا شفناه واللي حضرتك هتتكلم عليه، هي المدرسة تعتبر جديدة اللي احنا شفناه، يعني احنا اللي فوق ده اللي تحت المدرسة دوت جدود الجدود، يعني ملهاش علاقة. ايه اللي كان تحت المدرسة بقى؟ يا يعني فندم احنا طبعا مرحلة عنية كان منشأ مدرسة زي المدرسة اللي ممكن تكون حضرتك كنت فيها مثلا، مبنية من 80 90 سنة 70 سنة، ده قصة كبيرة، دي تعتبر بالنسبة لنا عصر حديث. تمام؟ واحنا بعد ما عملنا الهدم بتاعها خلاص شغالين دلوقتي بنعمل حاجه اسمها الحوائط الساندة بعمق 30 متر، علشان انت عارف حضرتك انت قريب من النيل، فاثار المياه طبعا، وان احنا هننزل 2 بدروم هننزل بعمق 12 متر، فبنعمل حاجه اسمها حوائط خرسانيه بعمق 30 متر عشان نحافظ على المنشات المجاوره وما تخش المياه من تحت من اخر نقطه في الحوض. تمام كده؟ واما جينا نبتدي نحفر، طبعا وزاره الاثار كانت معانا في اول دقيقه وبتبتدي تحفر معانا وبتبتدي تشوف ولنا نحفر هنا نكمل حفر او ما نكملش. تمام؟ في شهر يعني يونيو
20 اكتشفنا ان في كتله حجريه موجوده. طب الكتله الحجريه دي جت وزاره الاثار، وبصراحه كانوا متعاونين جدا معانا وجم لنا زيارات كتيره جدا وخرجوها بقى. طلعت ايه الكتله الحجريه دي؟ الكتله الحجريه يا فندم هي عباره يعني عشان نقول برضو تابوت من الحجر الرملي كوارتز تمام؟ لاحدى العصور طبعا ل 660 سنه قبل الميلاد، يعني لو احنا بنتكلم في 2684 سنه عمرها تمام؟ كتله حجريه تابوت هو فوق طبعا مجلس الحفر كله تحت وزاره تحت اشراف وزاره الاثار، وجت لجنه عليا من الاثار اولا اللي جنب المحافظه ثم اللجنه العليا جت واجتمعت واقرت ان احنا نبتدي نحافظ على التابوت ننقله المكان امن تاني. عملنا له المكان مجهز ليه بحيث ان يكون التابوت او الكتله الحجريه دي ننقلها في مكان اخر في بلدها. طيب معلش سؤال لازم وواجب وضروري، هل من الوارد انه احنا بنحفر، ما احنا بقى اكيد بنحفر بمعدات تقيله يعني، ده بتحفر حضرتك على عمق 30، حضرتك قلت لي انا بحفر على عمق 30 متر عشان اعمل حوايط سنده. انا عامل حيطان خرسانه على الداير بعمق 30، لكن ما حفرتش بعمق 30 يا فندم، هو التابوت لقيناه على عمق. واحنا بنحفر مفيش حاجه كده ولا كده اتكسرت؟ لا يا فندم، ما هو حضرتك احنا بنحفر دايما بنعمل مجسات، والمجسات دي بتبتدي وزاره الاثار وهي معانا تقول لنا والله بنحفر بادوات خفيفه جدا على فكره. ده احنا بنحفر بعماله، يعني لو حضرتك بصيت في الصور اللي عند حضرتك الكتله الحجريه موجوده زي ما هي سليمه. فده دليل ان احنا بنحفر بمعدات خفيفه جدا جدا يكاد يكون، يعني احنا حتى لما بنيجي نتكلم معاهم شبه ان احنا بنقول بالشوكه والسكينه يعني. صحيح ده ضروري. طيب ده معناه ان ده تاريخ يا فندم لازم نحافظ عليه. صح ده معناه ان الموقع ده يعني كقطعه ارض، الموقع ده من الوارد جدا انه يكون في المزيد والمزيد من الكشوفات. فده بالضروره بطبيعه الحال هيؤدي انه لازم الوزاره تحط ايدها على هذا الموقع وتبدا تعمل الـ 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 الاحتياطات بتاعتها، وتبدا تعمل تكشف بالراحه وبهدوء حتى تطمئن 100% انه اي شيء موجود يتم استخراجه اولا. تمام يا فندم، هو ده اللي بيحصل فعلا. يعني احنا دايما الحفر وهم مفتشي الاثار موجودين معانا بالادوات اللي بيقروها، لان احنا مش احنا في الاول وفي الاخر كلنا شركاء في اللي يعني في الوطن، شركاء ان الحاجه ان نتم الامور بنجاح، ان احنا نتفق. يعني احنا حضرتك علشان يتم نقل الكتله الحجريه دي جميع بشكر جميع الجهات واللي ساعدتنا النهارده عشان يتم خدنا جميع التصاريح والموافقات. احنا حضرتك بقى لنا 9 شهور بناخد موافقات وبتيجي لجان كتيره وعاينه المكان اكتر من مره بحيث انها تقول لنا في الاخر تقر وتدينا كونفرميشن تاكيد ان احنا ننقل. وفعلا لما جينا ننقل خدنا الموافقات من جميع الجهات، لذلك بشكر طبعا شرطه الاثار وشرطه السياحه، مديريه المرور بالقليوبيه، مديريه الامن طبعا وعلى راسهم السيد المحافظ. كان كل الدعم لينا في هذا الموضوع. طبعا بشكر شركه وادي النيل ان اكبر المعدات وفرتها بحيث ان احنا نقدر ننقل الكتله الحجريه دي من مكان لمكان امن اخر. طيب احنا اهم حاجه عندنا دكتور دلوقتي ان احنا، وطبعا حضرتك عارف ده اكتر مني، بمنتهى الحرص ولازم وجود وزاره الاثار في الموقع للتيقن والتاكد والتثبت ان مفيش حاجه لازالت مدفونه تحت الرمال او التراب او الطين الى اخره. ده من ناحيه، من ناحيه تانية لانه بعض الاثار ممكن تبقى غير قابله للنقل، يعني اسوار، اطلال، بقايا مباني الى اخره. وفي الحال ده على طول لازم الوزارة هتروح حتى كردون وتمنع البناء أو الحفر في هذا المكان، وبتروح بقى ساعتها المسألة عند الوزارة تبدأ تشتغل في ده كموقع أثري. وساعتها إذا حصل كده حضراتكم هتضطروا مشكورين لأرض تانية تبنوا عليها المستشفى. فيعني أنا بقول ده علشان بس تبقى المسألة لينا كلنا شديدة الوضوح
وعلشان يبقى الكل واخد باله علشان ما ندخلش في حتة مش عاوزين نروح لها. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد سعيد مستشار رئيس جامعة بنها ومدير البرامج الهندسية بكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية.